الأمير محمد بن سلمان ده داهية كبيرة قوي في عالم السياسة، وبيثبت فعلاً إنه عنده رؤية وخطط كبيرة لمستقبل السعودية بتكشف عنها الأيام دي، زي المشروع الجديد الخطير ده. إيه هو المشروع الجديد ده؟ وإيه سبب خطورته؟ إيه علاقة الموضوع ده بطهران؟ كل ده وأكتر هتعرفه في التقرير ده معايا من 5 بالعربي. الظاهر إن السعودية عندها رؤية للتعامل مع إيران والخطر اللي بتمثله على المملكة والمنطقة العربية عموماً. الرؤية دي ممكن نسميها سياسة العصاية والجزرة. الجزرة هنا تمثلت في الانفتاح المفاجئ على العلاقات بين البلدين وتوصل السعودية وإيران لاتفاق سلام تاريخي، وده برعاية الصين، بيمهد لعودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الطرفين. لكن في الوقت نفسه السعودية مش بتتجاهل الخطر اللي بتمثله مشاريع إيران وعلى رأسها المشروع النووي، واللي الأمير محمد بن سلمان أكد أكتر من مرة إنه خط أحمر بالنسبة ليهم، وإنه في حال امتلاك إيران للنووي فالسعودية مش هتتأخر كتير قبل ما تمتلك النووي هي كمان. من هنا نقدر نفهم سبب إقدام السعودية على بناء محطات نووية في مناطق شرق المملكة، واللي بتجيلها عروض صينية لتنفيذ المشروع، وده أمر بيسبب قلق كبير لأمريكا واللي بترغب في الفوز بحق تنفيذ المشروع ده. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن السعودية بتدرس عرض صيني، وده لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة. ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين مطلعين إن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرض لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية في المملكة، وده بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات. ورداً على الكلام ده قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه بلده بتواصل التعاون المفيد مع السعودية في كل المجالات بما في ذلك الطاقة النووية المدنية، وده مع التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي بحسب كلامه. بيجي التطور ده ضمن الجهود السعودية برضه للتعرف وامتلاك التكنولوجيا النووية، واللي أمريكا رفضت قبل كده إنها تشاركها مع السعودية لأن المملكة توافق على التطبيع مع اللي ما يتسموش، وده أمر بترفضه القيادة السعودية لحد دلوقتي. ولمحاولة الخروج من المأزق ده قررت السعودية على ما يبدو إنها تتجه للصين ولا تعتبر دولة نووية برضه، وده أمر هيكون مفيد للجانبين. فمن ناحية هيوفر للسعودية الوصول للتكنولوجيا النووية بدون شروط سياسية مسبقة من اللي بتطلبها أمريكا، ومن ناحية تانية هيكون له عائد مالي ضخم جداً تستفيد به الصين. وول ستريت جورنال نقلت كمان عن المسؤولين السعوديين تأكدهم إن ولي العهد محمد بن سلمان مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية، وده في وقت قريب جدا إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة لتنفيذ المشروع ده، وده بالتعاون بين أمريكا والسعودية. فهل الصين هي البديل الأفضل والأنسب لتنفيذ المشروع النووي السعودي أم لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.